إذا نخرج قليلا عن أجواء أعياد الميلاد وخبر متعلق بإبطال مفعول عبوة بدائية الصنع بكنيسة ببني سويف، حيث تمكن قطاع الحماية المدنية ببني سويف من إبطال مفعول عبوة كانت معدة لإحداث تأثير صوتي بمحيط كنيسة الأروام بحي مقبل بوسط المدينة قبل إقامة قداس صلاة عيد القيامة المجيد. وقال اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف في تصريح خاص للسي بي سي إن العبوة كانت بدائية وبها دائرة كهربائية غير موصلة وليس بها أي مواد متفجرة.